أنا بالنسبة لي شايفة معرض كايرو ICT مش بس محفل علمي أو محفل نحن نقدر نحن نتبادل فيه الخبرات وأحدث أو نستعرض أحدث التكنولوجيا، بس ده برضو دور قومي بالنسبة لكل شركات العمالة في المجال ده والهيئات والوزارات إنها تساعد المجتمع بتاعنا إنه ينمو. دلوقتي نمو المجتمع معتمد على التكنولوجيا، معتمد على تبادل الخبرات. بالإضافة لكده كمان أنا شايفة إنه ممكن يساعد في سياحة المؤتمرات، وده ممكن يدخل دخل كبير جدا لمصر لو احنا توسعنا في سياحة المؤتمرات.